أقول حاجة بسيطة يمكن معلومة تكونش بأسأل حضراتكم في استرداد أراضي الدولة. محافظة القاهرة مش عشاني أنا، عشان اللي عاملين فيها. المحافظة الأولى في استرداد أراضي الدولة هذا العام. إحنا استردينا هذا العام أراضي قيمتها 40 مليار. وهذا الرقم مش رقم وبس، منهم 7400 فدان أرض الإبل و400 فدان، دي قطعة واحدة، قطعة ثانية 400 فدان في البساتين غير باقي القطع الصغيرة. وهذا التقييم مش تقييم المحافظة، تقييم جهاز مشروعات استرداد أراضي الدولة في القوات المسلحة اللي بتتابع القيادة السياسية. الحملات في مشكلة في هذه القطعة، في مشكلة واحنا لازم نتصدر ليها ولازم نواجهها. أنا بقولش لا، يعني احنا لا ننكر شيء، بس يعني احنا مش بنتأخر في حاجة، ولكن احنا معانا أطراف أخرى في المشكلة. أنا هذا لا يعني إن احنا بنلقي المسؤولية على الآخرين، ولكن نحن مسؤولين مع الآخرين. معالي الوزير أنا مش عايز أقاطع سيادتك. احنا كفاية إن حضرتك تعهدت بإنك هتشتغل في إزالة من الإهمال. إن شاء الله بإذن الله. طيب أنا عايز أقول كلمة برضه عشان أقولها قدام الناس كده. سيادة الوزير، أنا اتكلمت معاه من خلال التليفون. أنا بشهد إن هو شخصية رائعة. راجل ايجابي والله، قسما بالله. انا عايز اقول حاجه، قسما بالله ان هو راجل شخصيه جميله وشخصيه محترمه وراجل يعني بلمس فيه كل رايها للتطوير. حاليا شغالين في مجرى العيون في مساحات كبيره جدا ومشاكلها كبيره جدا. انتهينا من اسحاق من حكر السكاكين القديم في الشرابيه، انتهينا من عين الحياه والناس اللي بتتسكن في اسر، وحضراتكم بتتابعونا في هذه الاسر بتتسكن في وحدات سكنيه مفروشه. يعني اقصد يعني احنا بنتحرك في كل اتجاه، ولكن هي المشاكل كتيره ولكن احنا باذن الله يعني مش واقفين، مكملين. وطبعا بوجود حضراتكم معانا، ودايما بقول ان انا مش هعرف اشتغل، وفي لقاءاتي مع حضراتكم جميعا بقول هذا الكلام، بقول السيد النايب ده دوره مهم جدا، لان هو العين بتاعتي في المكان، هو اللي بيوضح لي حاجات قد تغيب عني او بعض المسؤولين معايا ما بيكونوا مش موضحينها. فدور حضراتكم مهم جدا جدا. انا بشكركم على الدعم.